أهلا بحضراتكم في تغطية خاصة. النهاردة نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مبولي رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه، ودرجة مدير عام ب 5100 جنيه ده شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيه في الشهر، والدرجة الثانية 3900 جنيه في الشهر، والدرجة الثالثة 3420 جنيه في الشهر، والدرجة الرابعة 3180 جنيه في الشهر، أما عن الدرجة الخامسة 2940 جنيه في الشهر، والدرجة السادسة هتكون 2700 جنيه في الشهر. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن قيمة الزيادة وكمان مواعيد صرفها، معانا أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيك يا سرو، وأهلا بكل متابعة تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيك، يعني في البداية كل سنة وحضرتك طيب وبخير دايما يا رب. وأنت طيبة وبخير وكل المشاهدين بخير يا رب. طيب خلينا نتكلم في البداية عن موعد صرف مرتبات الموظفين بالزيادة. طبعا المفروض في حزمة من الإجراءات اتخذتها الحكومة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريبا ب 130 مليار جنيه، وده مقسمة على زيادة مرتبات وعلاوات وكمان معاشات وكمان غيرها من حزم الخاصة بتكافل وكرامة، و 450 ألف أسرة مستحقة لمعاشات أو مستحقات تكافل وكرامة. صرف مرتبات شهر أبريل 2022 هيكون يوم 20 أبريل ويوم 21 أبريل قبل عيد الفطر المبارك، وده طبعا يتوقع عيد الفطر ما بين 2 أو 3 مايو القادم، وقبلها بأسبوع تقريبا هيبقى في صرف المرتبات يوم 24 أبريل ويوم الخميس 21 أبريل بالزيادة المقررة الخاصة اللي تم إقرارها من الحكومة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي زي ما بنتكلم دايما إن التوجيهات كانت جاية ب 8% من الأجر الوظيفي للناس المخاطبين أو الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وده بحد أدنى 100 جنيه شهريا وبدون حد أقصى. خلينا نقول كمان ان المواطنين او العاملين بالدوله غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه علاوه خاصه بنسبه 15% من الاجر الاساسي، ودي بحد ادنى 100 جنيه شهريا وبدون حد اقصى، وطبعا ده بدايه من مرتب شهر ابريل 2022. الحقيقه برضو خلينا اوضح نقطه مهمه جدا يا شروق، ان تم تقديم صرف المرتبات، يعني المفروض مواعيد صرف المرتبات تبقى تقريبا 24 او 25 في الشهر، ولكن قبل المرتبات الخاصه او قبل الاعياد او الاجازات الرسميه بيتم تقديم صرف المرتبات لتصبح يوم 20 و 21 ابريل يوم الاربعاء والخميس من الاسبوع الاخير في شهر أبريل. أنا لسه كنت هسأل حضرتك عن الموضوع ده لأنه طبعا شاغل بال ناس كتير، يعني إحنا بنقول كده إنه هيتم تعديل أو تغيير مواعيد صرف المرتبات فإنها هتكون بدري أكتر بسبب الأعياد، صحيح؟ لأن إحنا بنتكلم على إن في 33 وزارة وهيئة في الجهاز الإداري للدولة، بيعمل في الجهاز الإداري للدولة تقريبا 6 مليون موظف في كل الهيئات والجهات والوزارات. طبعا يوم 20 ابريل هيكون صرف في 33 وزاره وهيئه، وبعد كده يوم 21 ابريل هيكون 33 وزاره وهيئه مختلفه عنها، وبعد كده في الجهات بعض الوزارات والجهات الاخرى هيكون يوم 26 و27 للناس اللي هم تخلفوا عن صرف المرتبات، ودي هتكون بالعلاوات المقرره. طيب خلينا يعني نسال برضو، هل ممكن اي موظف يعرف قيمة الزيادة في الراتب بتاعه، ولا دي بتحدد حسب قيمة راتب كل موظف ودرجته الوظيفية؟ هي طبعا بتم في 6 درجات وظيفية، وباعتبارا من شهر أبريل هيكون في حافز إضافي شهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية. بفئات مالية هي بتبقى مقطوعة بواقع 175 جنيه لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة الوظيفية، و225 جنيه لشاغل الدرجة الثالثة الوظيفية، و275 جنيه لشاغل الدرجة الثانية الوظيفية، و325 جنيه لشاغل الدرجة الأولى،
و350 جنيه لشغيل درجة مدير عام أو كبير، وفي نفس الوقت 375 جنيه لشغيل الدرجة العليا وبعد كده أو الدرجة العالية، و400 جنيه لشغيل الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها. ده يعتبر الزيادة الخاصة زي ما قلنا الحافز الشهري للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. في كمان الحد الأدنى لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي هتكون 300 جنيه شهريا. الإجمالي بتاع الصرف المرتب أو العلاوات دي الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون ده 36 مليار جنيه في إطار حزمة إجراءات حجمها 130 مليار جنيه في ضوء توجيهات الرئيس، ان يكون في تخفيف الاعباء على المواطنين نتيجه التداعيات الخاصه بالحرب الروسيه الاوكرانيه، وكمان استمرار التداعيات الخاصه بازمه فيروس كورونا اللي ممتده على مدار اكتر من عامين. طيب يعني خليني ارجع واعيد كلام حضرتك، احنا بنقول ان العلاوات تقريبا هتكون 300 جنيه بعيدا عن القوافز اللي بتختلف من درجه لاخرى. تمام صحيح. طيب حافز الاضافه ده الحافز الإضافي. طيب هل كمان أصحاب المعاشات هيصرفوا الزيادة الشهر ده ولا هتكون مرحلة؟ هو بالفعل بيتم صرف المعاشات الخاصة في شهر أبريل بالزيادات اللي هي 13% من ماكينات الصراف الآلي، وده التنسيق بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي. طبعا هي صرف معاشات شهر أبريل كان بدأت يوم السبت 9 أبريل يعني أمس وممتدة، والحقيقة طبعا علشان برضو يبقى الناس فاهمة أن صرف المعاشات دي بيبقى بزيادة 13% وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصرف المعاشات اعتبارا من أبريل كان بحد أدنى 120 جنيه وبحد أقصى 1222 جنيه، وبيستفيد من تلك الزيادة حوالي 11 مليون مواطن بإجمالي شهري 3.8 مليار جنيه. وتم تبكير صرف الزيادة المفروض كانت مقرره في شهر يوليو. طبعا احنا عندنا السنة المالية او بداية السنة المالية بتبتدي 1 يوليو من كل سنة وبتنتهي مع نهاية السنة في 30 يونيو العام اللي بعده، يعني بمعنى ان العام المالي 2022-2023 بيبتدي من 1 يوليو 2022 وبينتهي في 30/6/2023. ده بيبقى العام المالي. مع بداية العام المالي بيكون في الزيادات والعلاوات الدورية الخاصة بالموظفين أو مستحق المعاشات، ولكن في ضوء المتغيرات الدولية وفي ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم كله، كان في توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقرار 130 مليار جنيه الحزمة الخاصة بتخفيف هذه التداعيات على المواطن المصري، ومنها تبكير وتعجيل صرف المرتبات والمعاشات لتكون بداية من شهر أبريل 2022 بدلا من شهر يوليو 2022. طيب يعني خليني أرجع مع حضرتك مرة تانية، لأن واضح أن في سؤال متكرر على السوشيال ميديا حاليا على اللايف اللي احنا موجودين عليه، ويعني السؤال المتكرر هو هل أي موظف يقدر يعرف قيمة الزيادة في الراتب بتاعه، ولا دي بتحدد حسب قيمة راتب كل موظف ودرجته الوظيفية، كمان العلاوات والحوافز كل الناس عمالة، أو يعني يمكن ده أكتر سؤال متكرر على اللايف وإحنا بنتكلم حاليا. خلينا برضو نقول إن طبعا المرتبات بتاعت الموظفين، احنا زي ما قلنا 6 مليون موظف بيعملوا في الجهاز الإداري للدولة وتقريبا 11 مليون مستحق للمعاشات في مصر. وبالتالي احنا لما بنقول الشرايح الخاصة بالدرجات الوظيفية لمستحقي الزيادات، هي زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع، برضو عشان الناس اللي بتشوفنا تبقى عارفة الدرجات وحجم الزيادة اللي هيتم. 175 جنيه لشغيل الدرجة الوظيفية السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيه لشغيل الدرجة الوظيفية الثالثة، و275 جنيه لشغيل الدرجة الوظيفية الثانية، و325 جنيه لشغيل الدرجة الأولى، و350 جنيه لشغيل درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيه لشغيل الدرجة العالية، و400 جنيه لشغيل الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل من الدرجة الوظيفية دي. وهيستفيد من الحوافز دي كلها
الستة مليون موظف اللي بيعملوا في الجهاز الإداري للدولة، وفي حد أدنى لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي هي 300 جنيه شهريا. الإجمالي بتاع تكلفة صرف العلاوة دي حوالي 36 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة. هنرجع تاني نقول قيمة الزيادة في المعاشات اللي تم صرفها بالفعل اللي هي 13% بحد أدنى 120 جنيه بداية من أول أبريل 2022، ودي تم تخصيص 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليتم صرف الزيادة السنوية البالغة 13% في قيمة المعاشات. الحقيقة دي كلها إجراءات مهمة للتخفيف على المواطن وعلى العائلات المصرية، نتيجة زي ما قلنا ان الازمه الروسيه الاوكرانيه وكمان استمرار تداعيات ازمه كورونا مأثرة على كل دول العالم حتى الاقتصاديات الكبرى، ودي لازم المواطن يكون مستوعب ان دي ازمه بيعاني منها كل دول العالم حتى الاقتصادات الكبيره زي المانيا وزي اقتصاديات الاتحاد الاوروبي وكمان اقتصاد كبير زي الولايات المتحده الامريكيه. مستويات التضخم هناك بتوصل ل 8 و9%، وفي نفس الوقت دي مستويات غير مسبوقة من أكثر من 30 ما بين 30 ل 40 سنة على حسب الدول دي ما بتحسب معدلات التضخم. احنا بنتكلم مستويات تضخم بدأ من 5% وبتوصل ل 8 و9% ومستمرة في الزيادة نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. طيب. أستاذ أحمد يعقوب، يمكن معنا أسئلة كتيرة جدا على اللايف، لو وقت حضرتك يسمح لي خلينا ناخد كام سؤال من أبرز الأسئلة اللي موجودة معنا في الكومنتات. يعني يمكن أول حاجة، مرتبات شهر مايو هتتصرف إمتى كمعاشات كمان؟ خلينا نقول إن طبعا زي ما قلنا وزارة الداخلية بتعلن المواعيد الصرف الخاصة بالمرتبات وهي الخاص بالعاملين بالدولة. وخلينا نقول ان زي ما قلنا في بداية التغطية الخاصة ان مرتبات شهر ابريل سيتم تفكيرها ليتم الصرف يوم 20 ابريل، وده موافق يوم الاربع 20 ابريل 2022، ويوم الخميس 21 ابريل 2022. ده في 33 وزارة وهيئة في كل يوم، ودي كل الجهات والهيئات والوزارات الحكومية. مرتبات شهر مايو 2022 ده مرتبات الشهر القادم هيتم صرفها يوم 23 مايو صرف 33 وزارة وهيئة، ويوم 24 مايو على حسب طبعا هي بتبقى في جداول معلنة للوزارات والجهات، فهيبقى مرتبات شهر مايو 2022 يوم 23 مايو ويوم 24 مايو، مرتبات شهر أبريل 2022 يوم 20 أبريل ويوم 21 أبريل. طيب يمكن سؤال من الأسئلة برضو اللي موجودة بشكل كبير جدا، القطاع الخاص بشكل عام هل هيكون في زيادات؟ إيه اللي هيحصل خلال الفترة المقبلة؟ طبعا بيبقى في حاجة اسمها المجلس القومي للأجور، والمجلس القومي للأجور بيتم انعقاده بشكل مستمر الحاجات اللي هي يعني في ضوء حاجات استشهاديه خاصه بالمرتبات وزيادات المرتبات سواء القطاع الخاص او المرتبات الخاصه مع الجهاز الحكومي. خلينا نقول ان طبعا بيبقى في حاجات استشهاديه للقطاع الخاص بتتناسب مع صرف العلاوه اللي قيمتها طبعا هي بتبقى علاوه غلاء معيشه وقيمتها بتبقى 15%، هي ده المتوسط بتاع الزيادات. ولكن خلينا نقول ان في الحد الادنى للمرتبات في القطاع الخاص كان في زيادة من بداية 2022 كانت 2400 هو الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص، وده بيتم تطبيقه للمرة الأولى كان من أول يناير 2022. والمتوسط بتاع الزيادة الخاصة بغلاء المعيشة بتبقى 15%، وطبعا بتتفاوت من مؤسسة للأخرى، بس بتبقى في زي نسبة يعني متوسطها بتبقى 15% علاوة غلاء معيشة، وطبعا بتتفاوت من مؤسسة للأخرى زي ما قلنا، ممكن تبقى 10% ممكن تبقى 13% ممكن تبقى 15%، ولكن احنا بنتكلم على القطاعات الخاصة صحيح؟ القطاع الخاص. طيب بالنسبة لقبض المعاشات بشكل عام هيكون يوم كام؟ هو طبعا المعاشات الخاصة بشهر أبريل 2022 والشهر الحالي بالفعل تم صرفها عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وتم تغذية الماكينات الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي، ودي كانت بتبقى من امبارح اللي هو السبت
ومستمره كمان السبت والحد. وفي نفس الوقت بس عشان برضو الناس مستوعبه حاجه مهمه، دي طبعا زياده 13% اعتبارا من اول ابريل بحد ادنى 120 جنيه وبحد اقصى 1222. خلينا نقول ان ال 13% دي تغذيه ماكينات الصرف الاهلي بالكاش، بتخلي في الناس ما تبقاش في تزاحم على ماكينات الصرف الاهلي، وبالتالي في ثقافه التعامل بكروت قبض المعاشات او بالكروت الخاصه بالمرتبات، ان المرتب بتاعك او المعاش بتاعك بيتحط في حسابك في البنك، وبالتالي يبقى المرتب موجود انت بتسحب الكاش اللي انت بتحتاجه. في مصر تقريبا 15,000 ماكينه صراف الي، فانت ممكن تسحب من اي ماكينه صراف الي المرتب او المعاش بتاعك، وفي نفس الوقت بدون اي رسوم، لان ما في الغاء الرسوم دي تم اللي هي 30/6/2022، يعني لحد 30/6 اللي قادم ما فيش اي رسوم للسحب من كل ماكينات الصراف الالي، وبالتالي مش لازم يبقى في تزاحم على ماكينات الصراف الالي لسحب الاموال كلها. يعني مرتبك مش لازم، مرتبك نزل 2000-3000 جنيه، مش لازم تسحب المبلغ بالكامل، لا انت ممكن تسحب الكاش اللي انت محتاجه فعلا، وباقي مرتبك هيكون موجود في حسابك تقدر تسحبه في اي وقت. فمفيش داعي للتزاحم على ماكينات الصرف الالي، ومفيش داعي لان المرتب يتسحب او المعاش يتسحب بشكل كامل، لا هو موجود في حسابك تقدر تسحبه في اي وقت. احمد يعقوب، يعني سؤال اكتر يعني او اكثر شيوعا على الكومنتس، وهو عن تكافل وكرامه. خلينا نقول ان زي ما قلنا في بدايه الحلقه ان كان في حزمه من الاجراءات و ب 130 مليار جنيه، ودي لتخفيف التداعيات الخاصه بازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه والازمه فيروس كورونا، لان دي عامله تداعيات مضاعفه للمشكله اللي بيعاني منها الاقتصاد العالمي دلوقتي. حزمه الاجراءات الماليه والحمايه الاجتماعيه كانت ب 130 مليار جنيه، وللتعامل مع التداعيات التحديات الخاصه بالازمه الاقتصاديه العالميه وتخفيف اثارها على المواطنين. تدبير 200 او 450 الف اسره، 450 الف اسره، تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 الف اسره جديده للمستفيدين من تكافل وكرامه، وتخصيص 190 مليار جنيه للهيئه القوميه للتامين الاجتماعي لصرف الزيادات السنويه في قيمه المعاشات بنسبه 13% زي ما قلنا، بحد ادنى 120 جنيه. فاحنا بنقول 2.7 مليار جنيه لضم 450 الف اسره جديده للمستفيدين من برنامج او البرنامج الخاص بتكافل وكرامه، وده تخفيف طبعا على الشرائح الاكثر احتياجا. طيب خليني اسال حضرتك عن قيمه الزياده في مرتبات اصحاب المعاشات، وازاي ممكن يحسبوا قيمه الزياده؟ طبعا زي ما قلنا ان المعاش بيبقى متفاوت من شخص للتاني على حسب الدرجه الوظيفيه بتاعته اللي خرج منها على المعاش، وزي ما قلنا هي نسبتها 13% و 13% دي نسبة مقطوعة على زيادة المعاشات. خلينا نقول حاجة كمان مهمة، ان صرف المعاشات بالفعل من معاش شهر ابريل 2022 بنسبة زيادة 13% وبحد ادنى 120 جنيه نسبة الزيادة او الحجم بتاع الزيادة نفسها. طيب يعني برضو الناس بترجع يمكن ما سمعناش في اللايف لسه بيسألوا مرة تانية عن مواعيد صرف معاشات مرتبات معاشات والمرتبات بالنسبة لشهر 5، هل هي قبل العيد ولا لا؟ لو ممكن نرجع ونقولها بشكل سريع في الأيام المحددة. طبعا احنا بنتكلم على مرتبات شهر ابريل، واحنا بنقول ان مع بداية شهر 5 ده هيكون عيد الفطر المبارك كل سنة، وكل اللي بيسمعونا او كل اللي بيشوفونا بألف خير. والحقيقه طبعا قبل عيد الفطر المبارك هيتم صرف المرتبات الخاصه بشهر ابريل 2022، هيبقى يوم 20 ابريل في 33 وزاره وهيئه وجهه حكوميه، ويوم 21 ابريل برضه في 33 وزاره وهيئه وجهه حكوميه. طبعا بتبقى الجداول معلنه في داخل الجهات الحكوميه، وده الصرف ل 6 مليون موظف بيعملوا في الجهاز الاداري للدوله. برضه علشان نفكر الناس ان حجم المرتبات وحجم الاجور في الموازنه العامه الجديده اللي هيبتدي العمل بيها في شهر يوليو القادم 400 مليار جنيه، وطبعا 400 مليار دي رقم كبير جدا على الموازنه العامه للدوله للاجور، منظومه الاجور في مصر.
خلينا نقول ان صرف مرتبات شهر مايو 2022 اللي هو بقى بعد العيد، يعني ده شهر جديد خالص اللي هو الشهر القادم، هيتم الصرف يوم 23 مايو ل 33 وزاره وهيئه وجهه حكوميه، ويوم 24 مايو برضه ل 33 وزاره وجهه حكوميه. الوزارات اللي الجهات الاخرى اللي بتصرف او تخلفت عن الصرف بيبقى يوم 25 و26 مايو. صرف المعاشات دايما بيبقى يوم ما بين 9 ل 10 من الشهر. احنا بنتكلم على ان صرف المعاش الخاص بشهر ابريل كان بدا امبارح، وتم تغذيه ماكينات الصراف الالي للتسهيل على مستحقي المعاشات اللي هم تقريبا 11 مليون مستحق للمعاشات، وطبعا بيبقى نفس الموعد يوم 9 او 10 مايو او الشهر القادم هي مواعيد صرف المعاشات الجديده. فطول الوقت ان المواعيد دي بتعلن بشكل دوري مع بدايه الشهر بناء على خريطه الاجازات والاعياد الرسميه المعلنه من الدوله. طيب في سؤال يمكن برضو تكرر أكتر من مرة، بيقول هل يوجد زيادة للمعيدين وأساتذة الجامعات، وهل هم تابعين لأجهزة الدولة ولا لا؟ طبعا دي بقى كادر، ده كادر خاص بالجامعات والكوادر الخاصة بأساتذة الجامعات والأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ودي بتبقى تعلن بكادر خاص، ولكن بتبقى في ضوء الزيادات المستحقة أو المعلنة من الدولة. وطبعا طول الوقت ان الكوادر الجامعية بيبقى متوسط الزيادة المعلنة في الدولة زي ما قلنا، سواء مخاطبين او غير مخاطبين بقانون الخدمة المدارس. طيب خليني ارجع واسأل هي سؤال برضو متكرر الحقيقة، واضح ان يعني ناس كتير مهتمين يعرفوا المواعيد والايام، بس خليني اقول لهم ان انتوا تقدروا تتابعوا اللايف ده مرة تانية وهتلاقوا كل المواعيد موجودة، وفي نهاية التغطية هنعيدها على حضراتكم مرة اخرى. ولكن في سؤال بيقول قطاع الاعمال العام هيطبق عليه الحد الادنى للاجور ولا لا؟ كل الجهات التابعة للدولة سواء مخاطبين او غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنها الشركات الخاصة بقطاع الأعمال العام، ده بيتم زيادة الحوافز فيهم في ضوء القرارات المعلنة من الدولة. وبيتم زي ما أقول هنقول في حاجة نهائية برضو علشان الناس تبقى اللي بتشوفنا متابعة اللي احنا قلناها على مدار الحلقة، ان احنا بنقول ان الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة ب 175 جنيه لشاغل الدرجة السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيه لشاغل الدرجة الثالثة، و275 جنيه لشاغل الدرجة الثانية، و325 جنيه لشاغل الدرجة الأولى، و350 جنيه لشاغل درجة مدير عام أو كبير، 375 جنيه لشاغل الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغل الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل من الدرجات الوظيفية دي. وطبعا بيستفيد من كل ده هو من يعين بعد هذا التاريخ، يعني بعد قرار التعيين بتاعه من هذا التاريخ بيستفيد من الزيادة دي. والحافز ده بيبقى جزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير للعامل اللي هم تقريبا 6 مليون موظف بيعملوا في الجهاز الإداري للدولة. حد الأدنى لزيادة العلاوة الدورية والحافز الإضافي هي 300 جنيه شهريا بإجمالي مبالغ تم تدبيرها في الموازنة العامة للدولة لصرف العلاوة الخاصة بالمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 36 مليار جنيه. إجمالي منظومة الأجور المخصصة للموازنة العامة الجديدة للدولة هي 400 مليار جنيه، و190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتم تخصيص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في المعاشات 13% بحد أدنى 120 جنيه بدءا، وتم صرفها بالفعل من شهر أبريل زي ما قلنا صرفت امبارح اللي هو 9 أبريل. وخلينا نقول إن ده في ضوء إجراءات شاملة خاصة بزيادة 8% من الأجر الوظيفي لقانون المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، أو علاوة خاصة 15% من الأجر الوظيفي لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وزي ما قلنا إن دي كلها في إطار حزمة من الإجراءات للتخفيف على المواطن أو الأسر المصرية بقيمة إجمالية 130 مليار جنيه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف التداعيات الخاصة بالأزمة الاقتصادية العالمية اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي دلوقتي.
بعقود أو باليومية، يعني سواء كان عقد أو أجر يومي في الجهات الحكومية زي مثلا مدرسين أو غيرهم، هل هيشملهم الزيادة ولا القرار متعلق بالمعينين فقط؟ هو قلنا ان كل درجه وظيفيه ومعينين في الجهاز الاداري للدوله بيبقى ليه شريحه من الزياده، ولكن الموظفين بعقود او كده بيبقى في طبيعه خاصه لكل، يعني على حسب طبعا تختلف من حد لحد على حسب العقد بتاعه ونوعيه العقد نفسه، لكن زي ما قلنا ان الدرجات الوظيفيه من مخاطبين او غير مخاطبين بقانون الخدمه المدنيه احنا قلنا اللي هي 8% او 15% سواء للمخاطب او غير المخاطب بقانون الخدمه المدنيه، و100 بتبتدي من 175 جنيه بتصل الى 400 جنيه على حسب الدرجه الوظيفيه ما بين الدرجه السادسه والخامسه والرابعه لحد ما نوصل للدرجه الممتازه. بالنسبه لاعضاء هيئه التدريس ومعاملين في الجامعات، دي من الحاجات المهمه جدا ان وفقا لقانون تنظيم الجامعات حافز الجوده من 1500 جنيه ل 2050 جنيه للمعيد، و 1750 جنيه الى 2100 جنيه للمدرس المساعد، و 2000 جنيه الى 2250 جنيه للمدرس، و 2500 الى 2700 للاستاذ المساعد، ومن 3000 الى 3100 للاستاذ. ودي الدرجات اللي موجوده في هيئه اعضاء هيئات التدريس في المراكز والمعاهد والهيئات البحثيه واعضاء التدريس في الجامعات. خلينا نقول ان طبعا في اطار الاجراءات دي برضو في رفع مكافاه الاطباء الامتياز بمستشفيات الجامعات تبع وزاره التعليم العالي، مستشفيات جامعه الازهر زياده مكافاه اطباء الامتياز لتخصص الاسنان الى 2200 جنيه شهريا، واخصائيو العلاج الطبيعي ل 2000 جنيه شهريا، واخصائيو التمريض الى 2000 جنيه شهريا. ودي كلها كل تفاصيل الإجراءات الخاصة بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين وغير المخاطبين وأعضاء هيئات التدريس، بالإضافة إلى 13% الخاصين بالمعاشات. طيب يعني سؤال أخير بالنسبة للعاملين في قطاع الأعمال العام، هل هم تابعين للحكومة ولا لا، أو هل هيقبضوا في نفس الموعد زي بقية الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم ولا لا؟ زي ما قلنا ان العاملين بقطاع الاعمال العام ده بيستفيد من تقريبا 115,000 عامل بيستفيدوا من رفع الحد الادنى للاجور اللي تم، وده تم طبعا على مدار الشهور الماضيه، وزياده الحد اللي هم اللي بيتقاضوا الحد الادنى للاجور ل 2700 جنيه. ده مقترح وكان تم اقراره بالفعل ان زياده الحد الادنى للاجور، ووفقا للقانون قانون العاملين بالجهاز الاداري للدوله ان تعد المره الاولى اللي يتم تطبيق فيها الحد الادنى للعاملين بالجهاز الاداري للدوله على العاملين بشركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام، وبالاضافه الى الحصه المقرره بالارباح. وبالتالي هي بتبقى معلنه زي ما قلنا، بيبقى في قرارات خاصه بكل جهه او هيئه حكوميه والحد الادنى ليها، وكمان اليوم بتاع الصف اللي زي ما قلنا بيبقى على مدار يومين، يوم 20-21 ابريل. والفكره ان طول الوقت بيتم اعلان هذه الجداول بشكل شهري مع بدايه الشهر، على اساس ان دي بتبقى معلنه وفقا لخريطه الاجازات والاعياد الرسميه للدوله. صحيح. الحقيقة أن أنا بشكرك جدا أحمد يعقوب رئيس قسم الاقتصاد باليوم السابع، وأخذنا من وقت حضرتك كتير جدا، ولكن برضو كتير استفادوا. بشكر حضرتك مرة تانية على وجودك معنا. بشكرك جدا يا سروق، وبشكر كل مشاهدة تلفزيون اليوم السابع. شكرا لك. إذن مشاهدينا ومتابعينا إلى هنا تنتهي هذه التغطية، شكرا لحضراتكم. أي حد فاته أي من المواعيد أو الزيادات أو إزاي تقدر تحسب الزيادة، ارجعوا لهذه التغطية من البداية. شكرا لحضراتكم وألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.